مع حضراتكم الأستاذة كريمة الحفناوي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني. أستاذة كريمة، برحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بحضرتك. الجميع توقف، ويمكن حضرتك توافقيني، عند إن إحنا عندنا دلوقتي جبهة الإنقاذ قالت إن هم بيصعدوا الأمور نتيجة لتفاعلات أو نتيجة لردود أفعال الشعب المصري ومطالب الشعب المصري، وكانوا رافضين الحوار إلا إنه يكون بشروط معينة وبأجندة معينة. وفوجئنا جميعا بطلب الدكتور محمد البرادعي بإنه يكون في اجتماع مع الحكومة، وأيضا أنه حدث بالفعل اجتماع مع حزب النور. يا ريت حضرتك من داخل، وحضرتك مع الجبهة الإنقاذ عضوة في هذه الجبهة، تفهمينا اللي بيحصل بعد إذنك أستاذة كريمة. أقول لحضرتك، جبهة الإنقاذ مؤمنة تماما من خلال، يعني مش عايزين نعيد ونزيد إن في تجربة مريرة مع النظام من أول ما كان النظام قبل ما رئيس الجمهورية يبقى رئيس بيومين، وحصل معاه اتفاق من رموز وطنية وخمس يعني مطالب مضى عليهم وقال هنفذهم لو بقيت رئيس جمهورية، وخلاص وحد كلامه ورجع في كلامه وما عملش حاجة، اللي هي كانت يعني يبقى في حكومة ائتلافية ويبقى في جمعية تأسيسية بتعبر عن الجميع. الكلام ده كان في يونيو، بعدها تم حوارات كثيرة جدا مع رئيس الجمهورية، وللأسف الشديد اتضح أن قراره ليس بيده ولكنه في يد المرشد، فإذا يستمع إلى الناس ثم يضرب بكلامهم عرض الحائط ويطلع بقرارات أخرى. أخيرا لما قعد مع كافة مرشحي الرئاسة وما عملش أي حاجة في وراح طالع بإعلان دستوري القبض بيه على دولة القضاء. ثم بعد ذلك لما الناس ناقشت قانون الانتخابات، جه قانون الانتخابات بعد الناس ما ناقشت ما خدوش بكلمه واحده ولا بحرف من الناس قالته، ايوه ما خدوش باي كلمه من الناس قالته، وبالتالي دخل القانون لمجلس الشورى بيقولوا لهم والله في ناس ليها مطالب 1 2 3 4 مجلس الشورى اللي هو والتيارات الإسلامية واللي هو رئيسه من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة قال بوضوح شديد جدا أنا غير ملزم بأي حاجة بتقولوها. يعني إذا معنى ذلك إيه؟ معنى الحوار. طيب لما جه أي حوار، الناس ما رفضتش الحوار، قالت نتحاور بس على أساسه. الأساس إن ما دام أنتوا ما بتنفذوش طول عمركم يبقى على الأقل إن إحنا يبقى الحوار علني وله اجنده معينه، 1 2 3 4 نتناقش فيهم يبقى علني قدام الناس علشان بعد كده اللي نتفق عليه نلتزم بيه. اظن دي من شروط بديك اي حوار في الدنيا بيبقى له اصول. ايه المانع ان نطلب هذه الاصول للحوار كلام قبل كده؟ لما بنتحاور مع بعضينا ما بيحصلش اي حاجه في السر من غير ما حد يسمع، لا احنا كده بقى نقعد مع بعض على الملا هنتناقش يا جماعه، 1 3 4 5 6 هذه ليست شروط، دي اجنده معلنه. الناس اللي هتقعد دي هتتحاور على الكلام ده، ولما هتتحاور هيبقى علني والناس تشوفه، وبعد كده يبقى في الزام للي هنعمله. طبعا رفض رئيس الجمهوريه وقال لا بس تعالوا اقعدوا، ما فيش تعالوا اقعدوا، مش هنقعد 10 مرات والبلد بتتحرق. فكلم وجهه نظرنا لما يبقى في فوضى امنيه من البلد، لما يبقى في اكل ومزيد من الشهداء، لما يبقى في عنف تولد نتيجه لعنف الدوله اللي مارسته جماعه الاخوان المسلمين من خلال ميليشياتها المسلحه في قتل الناس في قصر الاتحاديه، ومن خلال مجموعه حازمون اللي حصروا الاعلام وحصروا المحكمه الدستوريه، ومن خلال تعيين نائب عام بشكل غير قانوني. اذا هنا في اعتداء من جانب من يحكمون البلد وجماعاتهم على القانون. طيب ما اللي بتقوليه كله أستاذة كريمة، يعني اللي بتقوليه كله حضرتك دلوقتي يعني معلومات واضحة ومؤكدة للشعب المصري كله، وإنه أنتوا قلتوا عايزين نتحاور بأصول. لما يجي دلوقتي الدكتور محمد البرادعي ويقول هذا الكلام، نحتاج فورا لاجتماع بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد. وأيضا يعني أكيد حضرتك لمحتي أنه هناك ردود فعل عنيفة وناس
ناس كتير قالت لك انا لا تمثلني جبهة الانقاذ، يعني ما تمثلش الا نفسها. ولقينا كمان ان حدث بالفعل يا دكتورة كريمة اجتماع مع حزب النور، مش لم يحدث، قد حدث بالفعل اجتماع مع حزب النور. فحضرتك بتفسري يعني لو حبينا نفسر النقطتين دول بالتحديد للشعب المصري تقولي لهم ايه؟ أنا وصلت لإني كان هناك شروط لجبهة الإنقاذ، مظبوط؟ اللي حصل بالظبط إن في مبادرة فردية وليست مبادرة جبهة الإنقاذ. أنا عضو جبهة الإنقاذ وأعضاء كثيرين من أحزاب كثيرة لم يدعوا لأن نأخذ موقفا واحدا بعد. دي كانت مبادرة فردية من الدكتور البرادعي يعبر بها عن نفسه محاولا من وجهة نظره أن يحل المشكلة حتى تحقن الدماء. ومن هنا هو كمان قال إيه؟ قال إن إحنا علشان نحل المشكلة الأمنية لابد من وزير الدفاع ويبقى فيه وزير الداخلية. في الوقت نفسه حزب النور بغض النظر سنتي أو غير سنتي، حزب النور طرح نفس المبادرة اللي هي حكومة إنقاذ وطني علشان تحل المشكلة الاقتصادية والأمنية اللي موجودة، وقال لجنة لتعديل الدستور، وقال برضه إن النائب العام لابد من إن هذا النائب يعني يمشي ويعين من المقاومة. يعني حصل تلاقي في بعض النقاط، من هنا كانت ان حزب النقود بيدعوه الدكتور البرادعي. انا عايزه اكد ان دعوه الدكتور البرادعي دي دعوه فرديه ودعوه من وجهه نظره النبيله جدا اللي بيحاول ينقذ. طب ما دكتوره كريمه اسمحي لي معلش، يعني لما يكون في شخص مثل الدكتور محمد البرادعي في جبهة مثل جبهة الإنقاذ ويتحدث دائما باسم، أو يعني دائما يظهر في المشهد بأنه عضو في هذه الجبهة وعضو أساسي، أعتقد أنه من الحكمة أن لا تكون هناك أمور شخصية تتخالف مع اللي أنتم متفقين عليه كجبهة إنقاذ. ولا حضرتك مش موافقاني؟ لأن ده هيسبب بلبلة في وسط الشعب المصري، هيقول أنتوا نعم. انا كحزب كراسي زي ما قلت لك رفض الحوار، لان من وجهه نظري ان هؤلاء لن ينفذون حوارا ولن ينفذون شيئا، لكن كان هناك ضغط من الشارع المصري. الراي انقسم نصفين، نصف قال فعلا هم مش هينفذوا، والنصف الاخر قال لا والله حاولوا علشان في دم في الشارع، واذا رفضوا يبقى على الاقل تمت المحاوله. من وجهه النظر دي كان دي وجهه نظر الدكتور البرادعي، من حقي على فكره ان وجهه نظري دي تتقال، وان والله لو وصل لحيطه مسدوده فيهم اهو على الاقل الناس اللي قاعده تقول انتوا ما بتقعدوش ليه، ومتوهمين قطعا ان الحل في القعده وفي الحوار، على الاقل يبقى اتقفل هذا الباب ويتضح ان رايهم ان الحوار ده لا معنى له، وان المعنى الحقيقي هو حكومه انقاذ وطني. على فكره الدكتور البرادعي حتى لما قال هتحاور معاهم قال نفس الكلام، قال هتحاور معاهم على ان يبقى في حكومه انقاذ وطني. يبدو ان حضرتك يعني او الناس حسنت النيه ان الاخوان هيوافقوا على ده، اصل الاخوان هم اللي بيحكموا على فكره مش رئيس الجمهوريه. لا اعتقد انهم هيوافقوا على ده، ومن واحنا برضه هيبقى الحوار في طريق مسدود، لكن كانت محاوله خلاص، يعني محاوله من حقي ان يعمل هذه المحاوله. لكن انا كحزب اشتراكي مع مجموعه القوى الاشتراكيه مؤمنين تماما ان هؤلاء لن ينفذوا شيء، لانهم بيعملوا لمصلحتهم بس، وبالتالي مش هينفذوا اي حاجه لو في اي حوار، هؤلاء اللي هم رئيس الجمهوريه والجماعه الحاكمه. واحنا شفنا يعني هو الحوار اللي هو الوطني الاخير اللي هو كان بعد الامور اللي رجع فيها في قرارات، وحاليا يعني الحقيقه الخطاب اللي هو كان وشاور باصبعه دي، يعني كل اللي حصل فيه كل اللي طالب فيه الحقيقه نتيجته صفر، انه قال الحظر التجول في المدن القناه 3، ودينا شفنا النتيجه كانت ايه، الناس بتحتفل بحظر التجول وتحدي واضح للعالم كله، حتى العالم كله كتب عن هذا الامر، انه اول مرة في العالم بيشوفوا ان رئيس جمهورية بيصدر قرار بحظر التجوال والجموع الشعب بتنزل لتحتفل بهذا الحظر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ده على الحوار، وفي النهاية شفنا مين هم اللي تحاور معاهم ورفض حتى كل الامور اللي كانت مطروحة. اذا يعني الخبرة كمان السابقة كلها بتؤكد انه
مفيش نتيجة بتؤخذ من الدكتور محمد مرسي أو الفصيل الحاكم زي ما حضرتك ذكرتي منذ قليل لجماعة الإخوان. أنا متفقة معاكي، وأنا بقول لك القوى الاشتراكية رافضين الحوار ومحاولة الدكتور البرادعي، أنا بقول إنها محاولة من وجهة نظره جديدة جدا عشان عايز يعني يحقن الدماء. النقطة الثانية، أنت كنت بتقولي في كلامك يعني حوارك أصل كان طويل فما ركزتش على كل معلش أنا بتكلم على مش واصل. بالراحه هتكلم انا ان نقطتين اللي حضرتك اللي هم اثيروا في الخطاب بالرئيس اللي كان الشعب المصري منتظره هو القرارين، قرار حظر التجول وحصل تحدي لهذا القرار، والحاجه الثانيه الحوار اللي احنا شفنا صور الحوار ده ان اللي كانوا قاعدين معاه في الحوار كلهم يعني يعتبروا اهله وعشيرته يعني او حزب النور والمستشارين، ما كانش في اي نوع من انواع حوار وطني يعني وتم اطلاقه اطلق عليه الحوار الوطني، فالنتيجه صفر. فكرت احنا كنت بتتكلمي عن حظر التجول، اللي عايزه اقوله لك دي عبقريه الشعب المصري عشان يتعلم اي مسؤول ويشهد العالم ايضا الخارجي ان الشعب المصري الجبار الواعي جدا عكس ما كل الناس بتقول خرج ولن يعود مره اخرى الى الاستكانه، او لن يعود الى ان اي حد يعمل اللي هو عايزه او اي سلطه تيجي تعمل اللي هي عايزاه. عبقرية الشعب المصري أنه رفض حظر التجول والطوارئ بسلوك عملي، يعني ده معناه أي مسؤول موجود دلوقتي يعمل حساب الشعب ده، وأي مسؤول بره كمان يحاول إنه يفتكر إنه هيجيب نظام، والنظام اللي يجي يبقى خاضع لأمريكا ولا خاضع لأي حد يعرف إنه هياخد على دماغه هو كمان. ودي عبقرية الشعب المصري، وعارفة ده معناه إيه؟ شرح بقى بين كل الكلام اللي قلناه أن المحرك الأساسي لحماية الثورة والطريقة السلمية وللاستمرار في الشارع حتى تتحقق أهداف الثورة هو الشعب المصري بالمناسبة. تمام. يعني رجعنا للنقطة الهامة جدا ان المحرك الرئيسي هو الشعب المصري، وده ياخدنا للدعوة يوم الجمعة، هل الدعوة ما زالت قائمة وكانت الدعوة اللي بيرعاها جبهة الإنقاذ الوطني بالنسبة للمليونية، وانه اللي احنا سمعناه كمان ان جبهة الإنقاذ الوطني تفاعلت او صعدت بالمطالب مع الشعب المصري بان الشعب دلوقتي بيطالب الرئيس بالرحيل وبيطالب بسقوط هذا النظام، هل ده فعلا ده اللي هيحصل باذن الله يوم الجمعه حتى مسمينها جمعه النهايه او الرحيل؟ حضرتك بتقولي وانا راجعه من مظاهره كانت امام جامع رابعه في الساعه بدات 6 ساعه عشان تتضامن مع شعب الحنان في بورسعيد وفي السويس وفي الاسماعيليه لترفض ايضا حاله الطوارئ. وقبل ما نمشي من هذه المظاهره كان الاتفاق على نزول المسيرات تحت اسم جمعه الخلاص يوم الجمعه الجايه. تمام. يعني اذا في تنظيمات وفي تفاعلات من الان، يعني زي ما حضرتك بتقولي منذ اليوم الاربعاء وحضرتك لسه راجعه من تظاهره، يبقى ننتظر يوم الجمعه باذن الله ونشوف طبعا تطورات الاحداث، لان المشهد السياسي زي ما حضرتك شايفه طبعا في يمكن نقول تصاعد بشكل كبير جدا، وما زال هناك يعني اشتباكات وقتلى وامور كثيره بتصعد الامر ايضا اكثر واكثر مع الشعب المصري. هل حضرتك يعني تحب بتقولي حاجة للشعب المصري في نهاية حوارنا؟ أنا شايفة إن في النغم عندك معناها يعني إن قد يكون يأس أو إحباط. أنا بقول لحضرتك مصر وثورتها هيحميها شعبها وهيستمر بيها وينزلوا وسط الشعب في كل حتة في مصر، هتتفائلي زيي وهتحطي أمل كبير على إن للثورة شعب بيحميها. بشكرك استاذة كريمة، والحقيقة يمكن حياتك يعني استشعرتي ده، لكن انا يمكن انا لا متفائلة ولا متشائمة، لكن احنا بنحاول منتظرين ونتمنى الخير لمصر. بشكرك جدا استاذة كريمة الحفناوي عضو جبهة الانقاذ الوطني، وزي بقول لحضراتكم امنياتنا بعيدا عن التشاؤم والتفاؤل هو انه يتوقف اراقة الدماء، انه يتوقف يعني قتل المزيد من شباب مصر، الشباب اللي هو المفروض مستقبل مصر، وان مصر تستقر، يعني الاستقرار الحقيقي مش الاستقرار والنهضة اللي هم كانوا بيتكلموا عليها ابدا يعني.